أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سنتناولها خلال الأسبوع السابع من مادة اللغة والأدب للفصل الدراسي الثاني، فأهلا وسهلا بكم. قبل البدء لابد أن أذكر بعنوان الوحدة التي نقوم بدراستها وأبرز المفاهيم المتصلة بها. نحن ندرس وحدة الليل والنهار، فالليل يدل أو يرمز للظلم، ولا بد بعد ذلك أن يكون هناك نهار، وأقصد به الحرية أو الإشراق. لذلك اتصل عنوان الوحدة بموضوعات الدروس التي نقوم بشرحها. لذلك نحن الآن نتناول مسرحية تاجر البندقية، حيث نتواصل من خلال القراءة ومن خلال مشاهدة المواد المرئية مع الموضوعات التي عرضها شكسبير. إذن المفهوم الرئيسي هو التواصل، المفهوم ذو الصلة الموضوع ضرورات الجمهور، السياق العالمي العولمة والاستدامة السمات المشتركة. أذكر أننا قمنا بكتابة مقال تحليلي للفصل الأول، فقد أخذنا بعض الصفات العالمية التي ناقشتها هذه المسرحية كالظلم، فنحن معا ضد الظلم، وقمنا بتصميم مشروع صغير لذلك، كما أيضا عرضت مفهوم الصداقة وكيف نكون أصدقاء جيدين من خلال مساعدة الأصدقاء، الوقوف معهم إذا احتاجوا، إعطائهم النصيحة الصحيحة إلى غير ذلك. التواصل كما قلت قمنا بالتواصل من خلال القراءة مع هذه الموضوعات وعبرنا عن رأينا فيها وكتبنا مقالا تحليليا بذلك. أذكر أن عبارة الاستقصاء مهمة جدا في التحليل، فنحن نختم التحليل بها، حيث قلنا أن الكاتب يتواصل مع جمهوره من خلال فن المسرح بطرح موضوعات تتضمن سمات عالمية مشتركة. أي كيف أوظف هذا في كتابة التحليلية؟ أقول في الختام، لقد تواصل شكسبير معنا من خلال مسرحيته وهي تاجر البندقية بالموضوعات التي طرحها والتي تتحدث عن الظلم واستغلال الآخرين، وقد تجسد ذلك في شخصية شايلوك، والصداقة التي تجسدت بين شخصيتي أنطونيو وبسانيو، وهذه هي سمات عالمية مشتركة. لذلك أعجبني النص لأنه أو بما قدم، وهذا تكمله أنت من خلال تذوقك الجمال. سنقوم بمناقشة الفصل الرابع من فصول مسرحية تاجر البندقية بعد أن علمنا الشخصيات الرئيسية وعلمنا المشكلة أو الصراع الموجود في هذه المسرحية. أذكر أن الشخصيات أنطونيو وبسانيو، حيث جمعت بينهما علاقة صداقة قوية، أنطونيو ساعد بسانيو ليستطيع خطبة بورشيا محبوبته من خلال أنه اقترض له مبلغا من المال من شايلوك الجشع الطماع الذي اشترط عليه شروطا صعبة جدا، حتى إن لم يعد المال في وقته المحدد أن يأخذها، وهذا بأن يأخذ كل أملاكه وأن يأخذ قطعة من لحمه من جهة قلبه، وهذا لأنه يكرهه جدا ويريد أن يتخلص منه. وقلنا أن بورشيا تقدم لها الكثير، ولكنها ولحسن الحظ لم تصب أو لم يصب الحظ مع أحدهما، لأن والدها قد وضع شرطا صعبا، وقد وضع 3 صناديق ذهبي وفضي وبرونزي، ووضع في كل صندوق عبارة، فمن يختار الصندوق هو من يحظى بالزواج من بورشيا. وقلنا أن باسانيو ذهب إلى بلمنت عند بورشيا ليختار الصندوق الصحيح، وقد اختاره، لذلك استطاع أن يخطبها. ما حدث بعد ذلك سنقوم بقراءته، وهذا موجود بالفصل الرابع، حيث ستحدد عناصر هذا الجزء العرض والعقدة والحل، ستحدد الشخصيات وستصفها أيضا وستبين رأيك، كما ستستخرج نماذج على الأساليب الإنشائية الموجودة.
أذكر أن هناك أسئلة خاصة بالفهم والتحليل موجودة في كتيب اللغة والأدب، نقوم بمناقشتها وحلها مع بعضنا البعض. أذكر بضرورة الرجوع إلى صفحة التربية الوطنية، حيث سيكون لدينا هذا الأسبوع حصة لهذه المادة، فاذهب لتعرف عنوان الدرس وتفاصيله من خلال الصفحة. أشكر استماعكم وأتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة. طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.